السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. اليوم نقدم لكم هذه الشوربه الرائعه، يعني فصل ديال البرد، يعني الشوربه ديال العدس الاحمر، ونتمنى انكم تجربوها. كتجي رائعه وكتجي بنينه بزاف، وهي مغذيه هكا لوليداتنا ولينا حنا، وهكا العشاء يعني عشاء اللي هو خفيف ومغذي، يعني فيه الخضار والعدس. وشكرا كاع اللي انضم للقناة ديالي، وفرجة ممتعة. وندوزو المقادير وطريقة التحضير. هنا عندوزو الطريقة ديال الشوربة ديال العدس، كتجي زوينة في هاد الجو اللي ولا بارد هكا العشا، وصحية. يعني كنحتاجو قرعة حمراء، واحد طريف اللي هو صغير، نحتاجو بصلة صغيرة، واحد خيزوية كبيرة او جوج صغار، نحتاجو جوج ديال الكورجيت، نحتاجو عدس الاحمر، وهذا راه ولا يعني متوفر. التوابل غنحتاجو شويه ديال الكمون، خرقوم، سكينجبير، زيت العود يعني زيت البلديه، وشويه ديال الملحه. بغيتو الزيت تعوضوها بمعلقه ديال الزبده، عوضوها بمعلقه ديال الزبده. ما عندي البصله غنقطعها، ماشي ضروري انكم تقطعوها رقيقه حيت كلشي عاد تطحن. كما قلت لكم بصله صغيره، و الا كان البورو استعملوا البورو كيجي احسن. انا غنوضح هذيك البصله اللي شلتها، غنوضع عليها على حساب واحد جوج معالق كبار ديال زيت العود او زيت البلديه، غنضيف عليها شي شويه ديال الملحه، غنخليها تشحر على عافيه مهيله، وندوز نقطع الخضر اللي بقات ليا. من بعد البصله كتشحر قطعت الخضر، عبرت واحد الكاس ديال العدس الاحمر، غنوضعو في شي مصفات باش غنغسلو بطريقة الحال. هنا كيما كتشوفو البصله من بعد ما ضغطات، غنضيف عليها الخضرة اخرى، غنخليها تشحر شي شويه باش هذيك الحلاوه ديال الخضره ديال القرعه وداك الشيء تخرج. ما نضيفوش الماء مباشره، نخلي الخضره شويه تطلق الحلاوه ديالها. من بعد ما الخضره ديالنا تشحرت شي شويه، غادي نضيف داك العدس من بعد ما غسلته، غادي نضيف واحد رشيشه راس معلقه ديال الفلفل او البزار، فلفل اسود، كانتكم الابيض ضيفوا الابيض. غادي ندير واحد راس معلقه ديال سكينجبير، واحد نص معلقه ديال الكمون، واحد نص معلقه ديال الخرقوم. هنا غنضيف على حساب الماء اللي عاطيت فيه، على حساب لتر ديال الماء عندي هنايا، لتر ديال الماء، وغنخليها يطيب مزيان ومن بعد نتلاقى. هنا من بعد ما الشوربه ديالنا كما كتشوفوا طابت، غنطحنها. من بعد ما طحنتها كما كتشوفوا القوام ديالها كيجي رائع. تقدروا تخفوها، تقدروا تخليوها على هذا الشكل، انا نخلي على هذا الشكل. هذه يعني مغذيه، وفاد فصل الشتاء. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وتردوا عليا في التعليق. هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا هكا العشاء. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. ونشكر كاع اللي اشترك عندي في القناه، ويعني الشوربه اللي هي مغذيه كما قلت لكم هكا تدفيكم في هذا البرد. وشكرا على المشاهده، وخليكم الراحه.